بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله بلح الشام الملون. عندنا كوباية دقيق، وهنضيف على الدقيق معلقة كبيرة نشا، وهنقلب كويس جدا. وعندنا حلة هنحط فيها كوباية لربع مية وربع كوباية زيت وربع معلقة صغيرة ملح وأقل من ربع معلقة سكر. وهنحط الحلة على نار متوسطة لحد ما المية والزيت يبدأوا يغلوا معانا. وبعد ما المية تغلي معانا هنضيف خليط الدقيق وهنقلب كويس لحد ما تتكون معانا عجينة بالشكل ده وريحتها تبدأ تظهر معانا. وهنشيل الحلة من على النار وهنسيب العجينة تتهوى شوية. وبعد ما العجينة تتهوى معانا هنضيف عليها بيضة وهنقلب كويس لحد ما البيضة تخش في العجينة تماما. وخلاص كده البيضة دخلت معانا في العجينة. وهنضيف البيضة التانية وربع معلقة صغيرة فانيليا وهنقلب برضو لحد ما البيضة تخش في العجينة تماما. وخلاص كده العجينة اتمسكت معانا وبيكون قوامها تقيل مش خفيف. وهنحط العجينة في كيس حلواني وهنستخدم بلبلة بالشكل ده. بعد كده عندنا الطاسة اللي هنقلي فيها بلح الشام، هنخليها على نار هادية جدا وهنقطع بلح الشام والزيت لسه بارد. هنبل ايدينا زيت خفيف وهنقطع بالحجم اللي احنا عايزينه بالشكل ده كده وهنحطها في الزيت. وما نملاش الطاسة قوي ببلح الشام. بعد كده هنعلي النار شوية بحيث تكون متوسطة وشوية وهنلاقيه ابتدى يعوم ويتنفخ معانا بالشكل ده. وهنقلبه بشكل مستمر عشان يستوي معانا بشكل متساوي. ولما ياخد معانا لون هنقلبه بالشكل ده. وخلاص كده هنشيله من الزيت. بعد كده عندنا شربات من اي نوع وباي لون وطعم احنا عايزينه. وبعد ما نطلع بلح الشام من الزيت هنضيف عليه الشربات. وهنقلب كويس لحد ما يتشرب تماما معانا. وبعد ما يتشرب معانا هنحطه في مصفى علشان ينزل الشربات الزيادة منه. وخلاص كده بقى جاهز معانا. جربوه وان شاء الله هيعجبكم جدا. بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. وشكرا للمتابعة، وإلى اللقاء ان شاء الله في فيديوهات جديدة.